تشهد أسواق مدينة سامراء ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار وشملت المواد الغذائية والفواكه والخضار. وشكى المواطن من هذه الزيادة خصوصاً بعد التقصيد بمواد البطاقة التموينية ورداءتها، وتخوفهم من زيادة أخرى لقدوم شهر رمضان المبارك. صار لنا تقريباً بحدود 6 أشهر 7 أشهر زيادة الأسعار بالمحلات. إحنا هسه دائماً يعني ايش قد ما تشتغل تجي تاخذ بين مسواق حتى الفلوس اللي تشتغل بهن ما يملين العلاقه. ابسط الامور بطل الدهن كان ب 1000 هسه ب 1500، كيلو تمن كان ب 1000 هسه ب 1500. ونحن نستقبل شهر رمضان نرى الاسعار بارتفاع وانعكاس على المواطن وكاهل المواطن، منها الحصه التموينيه. وكما تعرفون الحصه التموينيه تجي الطحين والتمن فقط، وتمن من هالمعفن الهندي ومن حمد الله المواطن ما ياكله، يعني اللي ياكله المستشفى، وباقي الحصه كلها قطعوها. مواطنون ابدوا رايهم وشخصوا السبب وراء هذه المشكله والقاء اللوم على الحكومه والوزارات المختصه، اخذين بالنظر تاخر مرتبات الموظفين واهمال القطاع الخاص وممارسات نقاط التفتيش المسؤوله عن دخول البضائع. على الحكومة أن تدعم المنتجات الغذائية وكذلك المحاصيل الزراعية، لا على العكس من ذلك أنه المواطن يتفاجأ يوميا بزيادة بالأسعار. الخلل هنا قطعا من قبل الحكومة العراقية، لأنها لا تكترث لأمر المواطن، خصوصا إذا ما علمنا أنه كثير من رواتب خصوصا أهل العقود وكذلك الأجور اليومية وحتى الموظفين الدائمين تراها متأخرة جدا، لا تسلم بالوقت المناسب. احنا نشكي هنا قاعد يستوردون مسواقنا، يعني من دول الجوار ليش يسوقوا؟ ليش ما عندنا قاعنا من الخير ولا ما عندنا خير من الله؟ نطلب من الحكومة تدعم الفلاح حتى الفلاح يزرع ويزرع نحن ناكله. ليش يعني من دول الجوار؟ ليش؟ وغالية، المشكلة غالية تصير. البضائع المستوردة وإهمال الواقع الزراعي هي من أهم الأسباب التي ساهمت بارتفاع الأسعار، وذوي الدخل المحدود يعانون الأمرين. لقناة سامراء مصطفى السامرائي.